بابا نويل احنا فاكرينك من سنة فاتت كنت هنا سبت هدايا كتيرة جميلة وحكاية حلوة عن ربنا بابا نويل احنا فاكرينك من سنة فاتت كنت هنا سبت هدايا كتيرة جميلة وحكاية حلوة عن ربنا دمرتك لسه معايا بتقول دايما توت توت قبل ما نام تحكيلي حكاية بتخليني انا مبسوط دمرتك لسه معايا بتقول دايما توت توت قبل ما نام تحكيلي حكاية بتخليني انا مبسوط بتفكرني تملي اصلي بتفكرني ببابا يسوع افضل ارنم بيها تخلي يومي سما وانوار ونجوم مستنيك تيجي يا صاحبي اوعك تنسى تعالى على طول مستنيك تيجي يا صاحبي اوعك تنسى تعالى على طول كريسماس سانتا كلوز قالنا يا اولاد اهلا بيك يا ونويل انتوا طيبين هابي نيو يير ازيك يا مايكل ازيك يا ونويل وحشتني خالص شفت انا واصحابي النهارده كنا متحمسين جدا ايه الاطفال الجمال دول كله متحمس تعالى تعالى يلا عشان يلا كل يقعد كل يقعد بسرعه نفس الزلاجه بتاعتي تعالى شفت دي شفت الاراجوز شافني وانا بنط القفزه الفظيعه بتاعتي عندك لياقه انما متعود على عجوز يا مايكل انت كبرت شويه بقى طبعا طبعا شو كل سنه تكبر كمان فالموضوع ابتدى ايه اول واحد اما بيعدي العمر بيكبر بيتهيالي يعني ربنا يخليك يا عجوز ازيك صحه بيقولوا الجنه كل سنه وحشتني وانت كمان يا بابا هوير شكرا يا حبيبي احنا اللي مبسوطين بيك انت بتفرحنا وبتفرح الاطفال الجمال دول ازيكم يا اولاد كل سنه وانتوا طيبين شيء النشاط ده النشاط ده لا 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 النهارده كل اصحابي انت مش متخيل متحمسين قبل ما انت تيجي زي بابا نويل كلهم فرحانين وانا والاراجوز واصدقائنا كلنا قاعدين نلعب ونرقص ومتحمسين قوي لغايه لما انت تجينا احنا نفرح بيك اليومين دول لازم نبقى فرحانين لاننا في ايام مهمه قوي يا اولاد ايام جميله بنستعد لعيد الميلاد واستقبال بابا يسوع ميلاد بابا يسوع صح علشان كده هنتكلم عن أحداث كده صغيرة بس مهمة قوي حصلت في ميلاد بابا يسوع طبعا كلكم عارفين يا أولاد أن ماما العدرة أما ولدت بابا يسوع ولدته في مدينة اسمها بيت لحم فين بقى؟ في مزود البقر طبعا ده كان نموذج لقد ايه بابا يسوع التواضع كان ممكن يتولد في قصر مش كده يا مايكل كان ممكن يتولد في بيت كبير بس هو كان عايز يعلمنا التواضع وقد ايه بابا يسوع بنفسه اتولد في مكان فقير قوي قد كده وما كانش طبعا مكان نظيف ولا فخم قوي في الفتره دي يا مايكل كان في ناس اسمهم المجوس طبعا سمعتوا الاسم ده قبل كده المجوس دول كانوا يا مايكل ايه خبرة كده في موضوع النجوم والفلك عايشين في الصحراء ويتابعوا النجوم وحافظين النجوم كلها وكل نجم عارفين اسمه ايه ولو بصوا كده وفجأة لقوا نجم مثلا جديد ظهر يعرفوا ده ايه وهيقعد فترة قد ايه وممكن يختفي بعد قد ايه يعني دي كانت ويرمز لإيه كمان نعم ويرمز لإيه رمز كل نجم طبعا إيه وفكرته طبعا. إيه لحد ما جم في يوم لقيوا حاجة عجيبة قوي حصلت في السماء أقول لك إيه هي لقيوا نجم جديد ظهر بس مختلف عن كل النجوم أيوة كان نوره جامد قوي ونجم مختلف خالص بخبرتهم كده لما بصوا للنجم ده عرفوا ان النجم ده بيدل على ان في ملك اتولد النهارده ملك عظيم طبعا هم شافوا النجم فهموا ان ده مش اي ملك فقالوا لبعضهم ايه ما تيجوا نتبع مسار النجم ده ونروح نقدم له هدايا ونسجد له حضروا الهدايا بتاعتهم وقرروا انهم يفضلوا ماشيين ورا مسار النجم ده لحد ما يوصلوا للمكان اللي اتولد فيه الملك ده
فضلوا ماشيين الرحلة دي يا مايكل، خدت وقت طويل، مش يوم ولا اتنين، خدت أيام وممكن شهور كتيرة، وهم متتبعين مسار النجم، يمشوا وراه يجي شمال وراه يمين وراه، لحد ما وصلوا للمدينة، مدينة أورشليم. سألوا الناس، قالوا لهم فين الملك اللي اتولد جديد هنا في بيت لحم؟ الناس طبعا كانوا لسه مش محددين ومش عارفين. لما هم سألوا وصل الخبر للملك الشرير هيرودس. أوبا! أيوة أوبا فعلا يا أراجون، أوبا سمع الكلام إن الناس بتحكي عن ملك جديد اتولد. قال لا أنا ما فيش ملك هنا غيري. جمع الوزراء بتوعه والمسؤولين اللي في القصر كلهم، قال لهم تعرفوا لي فين الملك ده؟ لازم تجيبوه. طبعا المجوس هم لسه بيدوروا على المكان، فهو عرف إن في الناس دي بتدور على المكان، راح جايب المجوس عنده في القصر، قال لهم أنا عايزكم تروحوا تعرفوا مكان الملك ده وتقولوا لي علشان اروح اسجد له معاكم. بيخدعهم. هو عمل غلبان وقال لهم هسجد له، انما هو كان نيته ايه يا رجوز؟ عايز يتخلص منه، عاوز يقتله. المجوس قالوا له حاضر يا مولاي، وكملوا رحلتهم متتبعين النجم لحد ما وصلوا للمكان ولقيوا الطفل يسوع على ايد ماما العذراء. سجدوا له وقدموا له الهدايا. فاكرين الهدايا اللي قدموها ايه يا اولاد؟ برافو عليك، ذهب ولبان ومر. كل هديه من دول يا اولاد ليها رمز. ذهب يا أراجوز علشان هو ملك، بس طبعا كلنا عارفين ان مملكة بابا يسوع زي ما قال لنا مش على الارض، زي ما هيرودس فهم وعشان كده كان عايز يموته، مملكة بابا يسوع في السماء. طب اللبان، اللبان ده نوع من البخور بيطلع ريحة جميلة خالص، وده بيرمز للكهنوت. طب والمر، مادة نباتية بتستخدم أحيان كعطر ودواء، بس هي هنا كانت بترمز يا مايكل للألام اللي هيشوفها بابا يسوع قبل الصلب. ربنا أرشد المجوس بعد ما راحوا وقدموا الهدايا إنهم ما يرجعوش لهيرودس الملك، وفعلا عملوا كده ورجعوا لبلادهم، وكانوا فرحانين قوي إنهم شافوا الطفل يسوع وقدموا له الهدايا وكأعلنوا بكده عن حبهم لبابا يسوع. هيرودس طبعا غضب جدا لما المجوس ما رجعولوش، وفاكرين انتوا بقى باقي الحدوته لما امر ان كل، لما مش عارف المكان هو فين بقى، فامر ان كل الاطفال في السن الصغير ده من سنتين لحد اقل ان شاء الله عمر يوم يتقتلوا. طبعا فاكرين الباقي، ان ربنا ارشد الملك ارشد يوسف النجار وماما العذراء انهم ياخدوا الطفل ويجوا على مصر، ودي كانت زياره مهمه قوي باركوا فيها ارض مصر، واحنا بنفرح ان بابا يسوع زارنا هنا في ارض مصر وهو طفل. نتعلم ايه من القصه دي بقى؟ نتعلم ايه يا رجوز؟ طبعا الهدايا هنا بتبقى تعبير عن الحب، ومش شرط الهدية تبقى ضخمة يا مايكل، يعني لو هدية رمزية، لو ابتسامة أو كلمة حلوة دي زي الهدية. أنا كمان مهم قوي أني أقدم هدية لبابا يسوع. طبعا مش الهدية هنا برضو مش هدية مادية، أني أنظف قلبي وخليه مستعد دايما ان بابا يسوع يبقى عايش جواه. نستغل بقى النهارده اول يوم في السنه في ان نبتديها سنه مختلفه. اذا كنا اتعلمنا اخطاء، عملنا اخطاء ولا حاجات وحشه السنه اللي فاتت، ما نعملهاش تاني، ونحافظ على قلبنا نضيف عشان يبقى هو مزود تاني ينزل لنا فيه بابا يسوع ويعيش في قلوبنا ونبقى عايشين على طول في حضنه. تمام يا أولاد؟ تمام.
كل سنة وانتوا طيبين وسنة سعيدة عليكم كلكم. سنة سعيدة يا مايكل. وانت طيب يا راجوش. شكرا. كل سنة طيب يا راجوش. كل سنة طيبين لكل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا حتى في التلفزيون النهارده او بيشوفونا في برنامج بابا نويل على الهواء. الحقيقه بابا نويل النهارده مختلف لان احنا فعلا زي ما بابا نويل كان بيقول اول يوم في السنه، ودايما الحالات بتبقى مختلفه اخر يوم في السنه. امبارح النهارده اول يوم في السنه الجديده 2019. يا رب فعلا تبقى سنه جميله وسعيده على كل اصحابنا الحلوين. وزي ما بنقول دايما نفتكر حاجات حلوه كتير الوقت ده، نفتكر المحبه ونفتكر السلام، نفتكر ان احنا دايما عايزين نعيش دايما في ود وصداقة ومحبة مع كل الناس اللي حوالينا. هو ده أحلى حاجة في الدنيا، هي دي الدعوة اللي جه بابا يسوع الأرض علشانها. بابا نويل عايزين نتسابق مع صحابنا، نقول بسرعة أصحابنا كلهم أهلا بيكم، فرحانين قوي بوجودكم معنا. زي ما هيصنا بابا نويل كمان هنلعبكم ونلعب معاكم كمان. عندنا مسابقة كبيرة وكل أسماءكم موجودة في بلورة بابا نويل النهاردة. هو اللي هيختار الاسم بتاع أي حد فيكم عشان يطلع يتسابق معنا. يتسابق فين يا بابا نويل؟ ها هنا يعني هنا. ناخد الاسم هنا والاسماء ها هي وصاحبنا يجي يقعد جنبنا. حلو خالص. بس مسابقتنا عبارة عن ايه؟ مجموعات اسئلة كتير خالص، وهم 12 مجموعة اسئلة. مين عارف 12 مجموعة صح؟ وكل مجموعة فيها كم سؤال؟ الأرجوز شاطر اهو. ايه ده الأرجوز حفظ شاطر خالص. والخمس اسئله دول بيسالوها لنا صحابنا الحيوانات الكتير اللي تعرفنا عليهم في الغابه. اول واحده بتجري في الميه اسمها السمكه، وتاني واحد صغير بياكل الجزره اسمه ارنب شطار، والتالت الشقي بتاعنا، الرابعه الطويله الزرافه، والخامس بينهي بقى الاسد. يخلص لنا المسابقه بتاعتنا. لا بينهي المسابقه مش بينهي على المتسابق. مش هيخلص على المتسابق. المسابقه بيخلص عليه لو جاوب صح وياخد هديه من بابا نويل. طبعا مستعدين بالهدايا، عندنا بؤجه مليانه هدايا كتير. بابا نويل جاهزه في هذه البؤجه، جاهزه في بابا نويل ابتدى يخش باللغه العربيه الفصحى. حلو خالص. دلوقتي نختار اول متسابق واول واحد من صحابنا الجمال ان شاء الله يجاوب كل الاسئله صح. بس الاول نعرف مين هو. نشوف نقلب 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 ونختار أول متسابق. جونير سامح. فين جونير؟ جوني ولا جونير؟ سوري بابا نويل كبر ونظره على قده. جويس سامح. جويس أنت قوي قوي قوي. جويس موجودة طبعا، أنت قوي قوي نشجعها. أهلا يا جويس. هنخلي كلامنا كله في المايك ونتعرف بيكي بقى. سنك وفي سنة كام؟ ابتسامتها جميلة يا مايكل. مورة. هتكسب شكلها. اسمك جويس سامح صح؟ سنك كام سنة؟ 7 سنين. يا رب يبقى 100 سنة. أنتِ في سنة كام في المدرسة؟ برامي 1. في سنة أولى يعني. شفت أنا بعرف لغات برضو. تقديم عشان كمان بتلف يا بابا. بلف بقى واتكلم لغات في كل دول العالم وانا بلفيت بقى الموضوع بقى. يلا يلا يا جويس، معاك المايك اللي اختاري رقم مجموعه وان شاء الله تكسبي معانا. جويس اهلا بيكي. زي ما بابا نقول هي ابتسامتك جميله واموره، وعشان كده هتكسبي معانا ان شاء الله. عندنا مجموعات كتير قوي اسئله، وعندنا كام؟ 12 مجموعه اسئله. كل المجموعات ممكن تختاريها النهارده من 1 ل 12. تختاري كام بصوت عالي؟ 12. كم؟ 12. يلا نشوف المجموعة رقم 12 مع جويس اللي اختارتها لنا، وقلنا مليانة أسئلة كتير خالص، فيها خمس أسئلة صح؟ فيها خمس أسئلة. يلا نشوف أول سؤال بتسأله لنا السمكة يا راجوز. يلا نشوف السمكة هتقول إيه لجويس. مين اللي جه يكرز في برية اليهودية ينادي بالتوبة؟ يوحنا المعمدان ولا يوسف النجار؟ ولا بولس الرسول؟ 30 ثانية. سؤال سهل يا جويس. مين الشخص؟ نتكلم على شخص جاء يكرس في برية اليهودية ينادي بالتوبة. كان بينادي بالتوبة وكان بيعمد الناس. مين الشخص ده؟ يوحنا المعمدان ولا يوسف النجار ولا بولس الرسول؟ يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان. متى 3 وآية 1 و 2 تكلمنا عن شخص طبعا كان سبق رب المجد يسوع في الميلاد وكان بيكرز بالتوبة ومعمودية التوبة. إجابتك صح طبعا يوحنا المعمدان. برافو. ده جامد جدا. برافو عليك. شاطرة يا جويس. عن الانجيل انه كان صوت صارخ في البريه. عدوا طريق وفعلا هو ده اللي هيئ الطريق قبل رب المجد يسوع. يلا نشوف سؤالنا الثاني مع جويس واللي بيساله لنا الارنب. شكرا يا عم أرجوز. يلا نشوف الارنب بسرعه هيقول ايه لجويس. يا ترى يا صحابي الاسماك بتتنفس ازاي؟ عن طريق الرئتين ولا الخياشيم ولا من القشور بتاعتها؟ والوقت ابتدى.
السمك بيتنفس ازاي يا جويس؟ سهله قوي معروفه. هل من رئتين، عنده رئتين زي الانسان، ولا هل هو عنده خياشيم بيتنفس منها، ولا من قشورها؟ هل عنده قشور، خياشيم، قشور، تنفس رأتين؟ من خلال ايه من دول؟ اه بيتنفس ازاي السمك؟ سمك عنده زي البني ادمين، عنده رئتين. الوقت بيجري، قولوا معايا الوقت بيجري. يلا يا جويس الوقت بيجري، قولوا معايا الوقت يا جويس. بس قولي اي حاجه. عنده رئتين؟ اكيد ما عنده رئتين ولا ما عندوش؟ مش عنده. مش عنده رئتين. طيب يبقى عنده خياشيم ولا عنده قشور؟ قشور. ولا خياشيم؟ خياشيم. اخر كلام عشان الوقت خلص. قشور اكيد. منين؟ قشور. قالت قشور. للأسف طبعا السمك كلنا عارفين ان هو عنده خياشيم بيتنفس منها. للأسف جويس جاوبت معنا إجابة غلط. معلش جويس، هارد لك، عاوز اقفلها جامد قوي شجعها. معلش يا جويس. يلا معلش رجعي مكانك تاني. كان نفسنا جويس تكسب معانا. طبعا مش رئتين، خياشيم، قشور، ممكن يلخبطوا صحابنا. لكن طبعا السمك بتاعي جويس مش تغلط فيها تاني. اي حد من صحابنا كان عارفها او مش عارفها صح اكيد هيتعلمها ومش هيغلط. اي مره هتسمع فيها السمك بيتنفس خياشيم هتقول لهم الخياشيم. خياشيم جويس، ما بنزعلش، المهم المشاركه. احنا مبسوطين بيك يا حبيبتي. نختار حد تاني؟ يلا بينا. يلا عندنا لسه مجاميع كتيره من الاسئله. زي ما اتفقنا عندنا 12 مجموعه، اخترنا مجموعه 12. لسه في مجموعات كتير. بابا نويل معانا معانا معانا. يوسف علاء. يوسف تعال. يوسف سقفوله. سقف يوسف قوي قوي، نشجعه قوي يا اولاد. تعالى يوسف يا جو، هنا هنا بالظبط جنبي. تعالى امسك بقى المايك، هنتكلم في المايك، ما نتكلمش والمايك بعيد. يوسف انت عندك كام سنه؟ سنين. سبع سنين. هاي خالص. في سنة كام في المدرسة؟ برايم وان. برايم وان، أولى ابتدائي صح؟ ابتدائي. ماشي تمام. هاي خالص. يلا مع أنكل مايكل ويا رب تكسب معنا النهاردة. يوسف بتشجع كده وهتكسب؟ خلص كل الأسئلة. يلا نشوف، عندنا مجموعات أسئلة كتير خالص. عندنا 12 مجموعة أسئلة يا يوسف. مجموعة رقم 12 خليتها لنا جويس. أي مجموعة تانية من 1 ل 11 تختار كام؟ بصوت عالي. صوت عالي. واحد. واحد حلو خالص. يلا نشوف المجموعة الأولى مع يوسف اللي اختارها لنا. المجموعة الأولى فيها أسئلة كتير. أول سؤال بتسأله لنا السمكة. يا أصحابنا شاطرين قوي النهارده. يلا نشوف السمكة هتقول يوسف إيه. أنتم ملح الأرض ولكن أنا نقطة الملح، فبماذا يملح؟ ضوء ولا فسد ولا ديب؟ ولكن إن مش أنا. يلا نشوف بسرعة السؤال بيقول ايه. طبعا آية عايزين نكملها. أنتم ملح الأرض ولكن إن، زي ما بنقول قال، إن نقط الملح فبماذا يملح؟ إن ضاع الملح ولا إن فسد الملح فبماذا يملح ولا إن داب الملح فبماذا يملح؟ عارف الآية دي؟ عارف يوسف الآية دي؟ سهلة أوي. الملح إن الملح. إن ضاع فسد داب. تختار ايه؟ أنتم ملح الأرض، ربنا يقول علينا كده إحنا ملح الأرض، لكن لو حصل إيه بقى؟ لو ضاع ولا فسد ولا داب، قلت لي إيه؟ داب. فكر تاني. داب. آخر داب. كلام الوقت خلص. مش شاكك في حاجة تانية؟ آخر كلام؟ الفرصة الوحيدة؟ مصر على داب. ولكن إن داب الملح فبماذا يملح؟ متى 5 نرجع لها، آية 13 يقول كده، أنتم ملح الأرض، لكن إن فسد الملح، إن فسد الملح فبماذا يملح؟ معلش إجابتنا مش مظبوطة. تعالوا نسقف ليوسف ونشجعه خالص. معلش هارد، معلش هارد لك يا يوسف، ارجع بسرعة مكانك تاني. للأسف معلش. اللي من النوعية دي بننبه لأصحابنا إن إحنا بندور على نص كتابي، يعني داب كمعنى ممكن تتقال. تبقى معناها مش غلط قوي. ماشي إن داب الملح، إنما إحنا بندور على نص في الكتاب المقدس والنص بيقول إن فسد الملح. معلش هارد لك يا يوسف. ما تيجي نتكلم برضو علينا احنا كمدمنين، فلو داب يعني هنروح فين يعني؟ الفساد يعني احنا موجودين بس فاسدين. ربنا عايزنا هي برضو فيها فكره او فيها معنى معين. طيب معلش احنا عامه بنتعلم مع بعض، ودي ايات كلها ايات جميله جدا وبنحفظها مع بعض عشان هي دي اللي بنعيش بيها. يلا نكمل مع بابا نويل. هتعمل ايه معانا لما تيجي نلعب؟ هتلعبنا؟ انا عايز. ايه رايك انا جوزني خلي مايكل يمثل بقى، بس من غير كلام. عارفين اللعبه دي يا اولاد؟ أنكل مايكل أنا هختار له حاجة يعملها وهيمثلها بدون كلام. قبلها هنختار اتنين هيجوا هنا يقفوا جنب عم بابا نويل علشان اللي يعرف منهم هياخد هدية. الأولاني
هيلانا حنا. هيلانا تعالوا نسقف لها قوي قوي قوي، شجعها جدا. حد من صحابنا يطلع لازم نشجعه قوي. يلا هيلانا، ومين تاني يا بابا نويل؟ التاني اللي هيتسابق مع هيلانا كيريا جورج. نسقف لكيريا قوي برضه ونشجعها جدا جدا. في تكافؤ يا مايكل في السن وفي الحجم وفي كل حاجه. حلو خالص يعني المنافسه قويه. حلوه. بص يا هيلانا وبص يا كيريا، انا هقول لانكل مايكل على حاجه يمثلها، انتوا هتسالوه وهو مش هيتكلم، اللي هتعرف منكم هتقول بسرعه في المايك لوحده، اوكي؟ ومن حقكم تسالوه اسئله. يلا بينا، انا هختار لانكل. بصوا بقى ساعدوني بقى، بصوا هيلانا وكيريا ركزوا معايا دلوقتي، انا هشرح لكم حاجه فحاولوا تسالوني عشان تقدروا تتعرفوا عليها اكتر. يعني اسالوني مثلا، اسالوني ده جماد ولا انسان، اسالوني ده اسم حد ولا لا، يعني ساعدوني كده انتوا تعرفوا الحد. اوكي جاهزين؟ هتمثل الحاجه دي. حاجه صعبه دي شكلها. حاجه صعبه، بنويل بيعذبني، بس انا عايزكم تساعدوني. انت اللي هتمثل يا منعم. يلا يا اراجوز ساعدني يا اراجوز، الله يخليك. يلا بينا ابتديني وقتي بقى يا ابو نويل. واحد اتنين تلاتة. كنيسة. كنيسة. بيت. جوه. جوه بيبي. جوه بيت المزود. المزود. المزود دي جوه ساعتها حزام اوي 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 اوي. برافو شطار. انا فاكر عايز اشرح الحاجه اللي جوه البيت ده فنقدر نعرف ايه المزود. برافو جدا، برافو هيلانا، برافو كيريا. تعالوا يا اولاد. قوي شطار خالص. يعني هي تعرف ايه البيت اللي بنتكلم عليه هو بيت. وانت كنت شاطر، عرفت توصل لهم. يعني انا كنت هعمل حركه زياده بس ما انا شكلي كده هشوف منتج يمضيك فيلمين ولا حاجه تمثلهم. عايزين بقى ننجي بقى. طب يلا ناخد بقى اسئله حد كتير. تاني من المتسابقين اللي معانا نتسابق تاني؟ ماشي. هنمثل ولا هنعمل ايه يا بابا؟ لا هيتسابقوا بقى. نتسابق بقى المسابقه بتاعتنا. طب حلو خالص، الاسئله الجميله بتاعتك. طب اصلا انت عارفني بقى، اتحمست على التمثيل. طب يلا نكمل مسابقتنا. ايريني جورج. إيريني تعسف قوي قوي قوي، شجاعه جدا جدا جدا. إيريني جايه النهارده يعني مستعده جدا. هنا 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 هنا. برافو. عده مستعده اهي. شايف شقيه إيريني صح؟ جدا. قولي في المايك، قولي في المايك، نتكلم في المايك. انت شقيه؟ يعني بتعملي ايه؟ ايه الشقاوه اللي بتعمليها يعني؟ معرفش. بتقلبي، بتقعدي تلخبطي البيت كده وتتشاي وسط اصحابك واخواتك؟ طبعا. ده شكلها مغلبه ماما. يلا يلا، عايزين حد يفوز معانا النهارده. انت عايزه تكسبي؟ عايزه اكسب زي المره اللي فاتت. طيب يلا بينا. شاطر. كسبت قبل كده باين في مسابقه تاني. يلا بينا مع انكل مايكل، اختاري رقم مجموعه وان شاء الله تكسبي معانا. ازيك يا اولا، مبسوط بيكي بالحاجات الجميله اللي عاملاها دي كلها، الوان كريسمس تمام، ولابسه ال اسمه ايه ده؟ لون الغزال. اسمه ايه ده؟ لون الغزال. اسمه ايه؟ رودولف صح؟ مش اسمه رودولف ده اللي بيبقى عنده مناخير حمراء وعنده غزلان؟ ريندير صح؟ رود اوف ذا ريد نوز ريندير. طب يلا بينا، عندنا مسابقه جميله وجميله وعندنا اسئله كتير خالص. يلا نشوف هتختار لنا انهي مجموعه. عندنا 12 مجموعه بسرعه نلفهم. 12 مجموعه، منهم مجموعه رقم 1 12 اتاخدوا، رقم 2 رقم 11 نختار ايه يا ريت؟ 3. الله حلو الرقم ده، بحبه يا مايك. ماشي إيريني صح؟ ايه بالسلوس يكمل. برافو يا إيريني، اخترتين رقم 3. رقم 3 لسه ما حدش اختارها. يلا نشوف المجموعه دي مليانه اسئله، فيها خمس اسئله. اول سؤال بتساله لنا يلا نشوف السمكة لسه دي نيته لها ايه. مسجود يوما وقت المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح، ممجد ولا مقدس ولا متحنن؟ 30 ثانية. مسجود لهو صلوة، حاجة في الصلوات بنقولها. مسجود لهو نقط المسيح لنا الصالح الطويل الروح، ممجد ولا مقدس ولا متحنن؟ مسجود له ومجد ولا مسجود له ومقدس ولا مسجود له ومتحنن؟ نفكر يعني بالراحه معانا كلام، مش عايزين نتسربع النهارده، كل اصحابنا مستعجلين، كله عايز يقول في الكنيسه. قول كده، مسجود له ممجد مقدس متحنن. مسجود له نمتي؟ بحاول افتكر. بحاول افتكر بس الوقت خلص، هديكي خمس ثواني. واحد، اختاري بسرعه. مسجود له انا ما عرفتش الاسئله لسه. طب هقول لك، مسجود له ممجد ولا مسجود له مقدس ولا مسجود له متحنن؟ مسجود له ربنا طبعا، مسجود له ها
ممجد مقدس متحنن. واحد اثنين ممجد مقدس متحنن. ثلاثة مسجود له واء. آخر كلمة إيه؟ مقدس. الوقت خلص يا مايك. مقدس. الوقت خلص. طيب إيه قالت لنا مسجود له مقدس المسيح لنا الصالح؟ طبعا الإجابة للأسف مش مظبوطة. مسجود له وممجد المسيح لنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجديدة. الجزيل التحمل. معلش. نسقف لإيريني برضه النهارده تاني ونشجعها. معلش أصحابنا النهارده متلخبطين شوية. مش فارق معاها قالت مش مشكلة. نتعلم برضه من بعض كلنا معلومات جديدة وده الهدف من مسابقتنا. احنا بنلعب ومبسوطين مع بعض ومبسوطين قوي مع كل اصحابنا بس برضه عايزين ناس تكسب. يلا تعال نكمل بونويل عندنا مسابقة تاني. نختار حد تاني؟ نختار. ايه ده؟ في تليفونات. معانا تليفون. احنا نسينا تليفونات النهارده يا بونويل. ايوه 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 تليفون. اهو التليفون رن بقى شفت. الو 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 يا كرولوس اندى عليها رجوز. يا كرولوس رد. كرولوس حبيبي. كرولوس يا رجوز فتح التلفزيون بيسمعنا من التلفزيون ومشغل كمان حاجة تانية غير وانت التلفزيون. يا كرولوس يا كرولوس لا كده مش هينفع. النداء الأخير إلى كرولوس. ألو كرولوس. لا كرولوس مش معنا. معلش كرولوس يمكن التليفونات عندنا مشكله او صعوبه في الوصول ليها بس عايزين ننبه على كل اصحابنا بسرعه قبل ما حد يتكلم. لو سمحتوا كلمونا او اسمعونا من التليفون بلاش تلفزيون عشان فرق الوقت والتوقيت دايما بيعمل لنا مشكله في سماع صوت بابا نويل او ان احنا نتكلم ونتواصل معاه. بابا نويل هنلعب مع اصحابنا بقى اللي في الاستوديو ولا نعمل ايه؟ يلا عندنا لسه مسابقين كله. مين عايز لسه يتسابق؟ مين عايز يسابق؟ كله هيتسابق. كله متحمس جدا. الولاد مش عايزين يسابقوا؟ اللي هيتسابق معانا. لا يلا نشوف ونسمع مين يا بابا نويل اخترته لنا. إيريني عبد الله. إيريني عبد الله. مش موجوده. طب معلش نختار واحده تانية من صحابنا. نرجعها تاني جايز يجي حظها تاني. نختارها تاني برضه ممكن نختارها تاني. بافلي عادل. بافلي تعالوا سقف قوي 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 نشجع بافلي جدا. زي ما بنقول لاصدقائنا كلنا كلهم الكلام في المايك. اوكي؟ اوكي. انت عندك كام سنه؟ 8. 8. ايه يعني 8 مايكل باين؟ تهيألي تعمل 8 دي تعمل 8 هو بقى 100 سنة يا حبيبي. في سنة كام في المدرسة؟ برايمر 2 سنة كده سنة تانية يير 2 شفت أنا بعرف أترجم برضه سهلة 8 و2 الموضوع مش سهل سهل خالص. يلا اختار مجموعة مع أنكل مايكل وإن شاء الله تكسب بعد. بافلي إزيك؟ احنا مبسوطين منك قوي النهارده. انت جاي متحمس قوي حلقات بابا نويل وشعرك جميل كده وعامل اشكال والوان جميله. بافلي دلوقتي عندنا مجموعه اسئله كتير خالص. عندنا كام مجموعه انت عارف؟ 12 مجموعة. برافو عليك. في مجموعات اتاخدت زي 1 3 12 دول اتاخدوا 1 3 و 12. اي مجموعة تانية معادة 1 3 و 12 10 مظبوط لسه ما اتاخدتش. يلا بسرعة نروح على المجموعة العاشرة اللي اخترنا بافلي. اسئلتها كتير خمس اسئلة. اول سؤال بتساله لنا السمكة. السمكة برافو عليك. ويلا نشوف السمكة واول سؤال لبافلي في المجموعة العاشرة هيكون ايه نسمع. عظيم هو سر ايه؟ الله ظهر في الجسد. روحانية ولا التقوى ولا عطاء؟ التقوى. عظيم هو سر التقوى. التقوى الله ظهر في الجسد. أي عارفنا وحافظنا موجودة في تسالونيكي الأولى إصحاح الثالث وآية 16. برافو عليك. عظيم هو سر التقوى الله. طبعا تعاون سقف جامد قوي لبافلي. إجابته مظبوطة. برافو برافو برافو. يزغرط لك زغرات له تاني يا رجوز. هي موجوده في تيموساوس الاولى. انا اسف انا قلت معلومه غلط. تيموساوس الاولى طبعا صحيح الثالث وايه 16. يلا نشوف سؤالنا الثاني هيكون مين اللي هيساله. عارفين بس السؤال الثاني الارنب. الارنب تعالوا نشوف نسمع الارنب هيقول ايه لبافلي. يا ترى اصحابي المحافظه اللي فيها تلت اثار العالم اسمها ايه؟ الاقصر ولا الأنيوبية ولا كفر الشيخ؟ الوقت. لا انا لسه ما بقولش الوقت بتاعي. لا هو ما بيهزرش. لو الاجابه دي صح يبقى الولد ده شاطر قوي. مش جاي يهزر بقى بابا نويل. قال الاقصر. الاقصر محافظه الاقصر هي المحافظه اللي فيها تلت اثار العالم. اجابه طبعا صح. تعالوا سلام جامد قوي 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 جامد جدا شاطر واجابته صح وعارف المعلومه طبعا 100%. برافو عليك يا بابا. شاطر فعلا. رجوز مبسوط منك قوي. قوي قوي. بافلي سؤالنا الثالث شقي بيلخبط. انا هجاوب صح ولا غلط؟ ها
نجاوب صح ولا غلط؟ الأرض الأقصر. يلا بسرعة نشوف القرد. السؤال الثالث لبافلي هيكون إيه؟ نسمع ونشوف سؤاله إيه. اختار السيد المسيح بطرس ونقط أخاه ليكونوا تلميذيه، اندراوس ولا يعقوب ولا توما؟ والوقت ابتدى. مين اخو بطرس اللي برضو كان تلميذ رب المجد يسوع؟ كان بطرس ومين؟ اندراوس ولا يعقوب ولا توما؟ مين اخو بطرس؟ اندراوس اخو بطرس اللي بقى ايضا تلميذ لرب المجد يسوع. صح يا بافلي، قلت لي اندراوس، واندراوس هو تلميذ رب المجد يسوع، لكن اخو بطرس ولا لا؟ كان اخو بطرس. تعالوا نسحب جامد قوي قوي بافلي، مظبوطه شاطر. شاطر خالص، برافو عليك بافلي، حاولنا نوطره بس هو ثابت وراسخ. لا شاطر لا خالص. لا. سؤالنا الرابع وطويلة قوي بقى، دي بتسأل اسمها ايه؟ زرافة. زرافة، تعال نشوف الزرافة تسأل بافلي وتقول له ايه. مين يقول لي اي مدينة من المدن دول بتشتهر بصناعة قصب السكر؟ جرجة ولا نجع حمادي ولا بلبيس؟ جرجة، نجع حمادي، بالبيس. واحدة من الثلاثة دول بتشتهر بصناعة قصب السكر. تاني واحدة نجع حمادي هي اللي فيها صناعة قصب السكر، فيها زراعة برضو قصب السكر، عشان كده الصناعة جنب الزراعة. إجابتك طبعا صح. تعالوا نسحب جامد جدا 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 لبافلي، شاطر جدا، برافو عليه، فرحنا بافلي النهاردة قوي. شاطر يا بافلي. اخر سؤال في المجموعة بتاعته اللي اختارها لنا 10، والمجموعة العشرة اخر سؤال فيها بيسألوا مين قلت. هناخد شهيق وزفير كده ونرتاح. لا عشان هو نستعيد الاسد. ما بيخافش من الاسد يا ماما. شهيق انا اللي هاخد. يلا شوف اخر سؤال، سؤال الاسد هيكون ايه؟ نسمع. كم عدد المجتمعين في مجمع نيكيا المسكوني؟ 318 ولا 325 ولا 380؟ والوقت ابتدى. بنقولها في القداس على فكره، المجتمعين في مجمع نقية كانوا كام حد؟ كانوا 318 325 380، عندنا ثلاث ارقام. تاني واحد 325. اه 318 325 380. اول واحده قصدي، اول واحده 318. عارف كده ابونا يقولها فين؟ يقولها في المجمع. وايه المجتمعين بنقية وال150 بالقسطنطينية، صح؟ نسمعها في الدس كتير، يقول كده 318 مجتمعين بنقية. اجابتك صح. تعالوا نسحب جامد جدا جدا جدا، برافو عليك، شاطر خالص، طبعا اجابتك صح مظبوطة. بس ممكن اساله سؤال اخير يا مايكل قبل؟ طبعا اتفضل يا بابا. انت قلت هم كام؟ 318. ممكن تقول لي اسمائهم؟ مبروك يا حبيبي، بهزر معاك. هاي ليس أبولو، فاز بقى. انا تعرف انا بفرح اول لما حد يفوز، بافلي ان انا عايز اوزع الهدايا الكتير اللي معايا دي بدل ما شايل ده كله على كتفي يا مايك. صح، لازم بروي. كلهم يفرحوا ويتسلوا. لا لا لا، كله هيفضى، ما تقلقش يا ابونا، كل اصحابي هياخدوا هدايا النهارده. اه، بمناسبه الهدايا هنطلع فاصل نتفرج فيه على عمل فني يصلح نقدمه هديه لاصدقائنا، ونعيد على اصحابنا اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم الشهر ده، ونرجع تاني.
wish you a Merry Christmas and Happy New Year. شفت بقفل ازاي؟ فظيعه القفله بتاعتك. فظيعه. انا ما بقاش عارف اقفل بس انت لما واصل المفاتيح معايا انا. اغاني كريسماس جميله بابا نويل. طبعا كلنا بنستمتع بيها بنفرح بيها ونستنى نقولها في الوقت بتاعها لان طبعا. ممكن في الوقت العادي ما بنعرفش نقول الاغاني بنقعد نحفظها وقت طويل وما بنقولهاش بنحفظها طول السنه عشان نقولها في الاسبوع ده. اتفرجنا حبايبي الحلوين في الفاصل على عمل فني. اعمالنا الفنيه اللي بنقدمها لكم حاجات مش مكلفه خالص بس قيمتها عاليه قوي. انك تعمل هديه لحد من اصحابك دي في حد ذاتها شيء جميل. ها هو العمل الفني ومناسب جدا يا مايكل لحدوته النهارده. قلنا المجوس مش ورا ايه نجم الميلاد. هذا هو ده نجم الميلاد. يمكن شفنا العمل الفني بيتعمل ازاي. حاولنا نعمله كده بسرعه طبعا بالتصوير السريع زي ما بنقول بالوان مختلفه. انا محضر لكم الالوان المختلفه اللي احنا يمكن عملنا بيها العمل الفني الجميل ده. اصفر واحمر وعندي كمان منه الاخضر. بنوري بس اصحابنا ان احنا ممكن نعمله بالوان مختلفه. حتى الوان الجليترز ممكن تبقى مختلفه. ممكن نعمله بدباسه على فكره. حتى التدبيسه نفسها ممكن يبقى بدباسه وممكن يبقى بصبغه او شمع او حاجات الشمع. كتير خالص. وممكن نعمله ميكس زراير كمان. بص يا بابا نويل يعني في زراير مختلفه او زي كرتون كده كلها حاجات مختلفه وجميله خالص. يعني كلها حاجات بتفرح الوقت ده ان احنا نعمل برضو اعمال فنيه ويدويه. اللي عنده الموهبه دي بتهيألي هيعملها بشكل جميل خالص زي ما احنا شايفين. بتفرح جدا. وفعلا دلوقتي عندنا اصدقاء كمان مستنيين يفرحوا. ليه بقى؟ يكسبوا بقى. احنا مكاسب كلها. عندنا مسابقتنا اللي بنبتديها على الفيسبوك قبل الحلقه. المسابقة زي ما انتوا عارفين بتبقى عبارة عن آية مش مترتبة ترتيب صحيح ومطلوب منكم ترتبوها. أصدقاء كتير بعتوا الإجابات الصحيحة. أنا اهي محتفظ بأسمائهم هنا. نقول الأول الإجابة بتاعت الآية النهاردة. الآية بتقول هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. دي في أشعياء 7:14. هنختار يا مايكل 2 من أصدقائنا هيجوا يشرفونا يحضروا معنا حلقة من حلقات البرنامج. الاسم الأول كيرولوس ميخائيل. كيرولوس ميخائيل سقفوله. كيرولوس أنا شجعه قوي. كيرولوس كسب معنا النهاردة تاني. الاسم التاني الاسم التاني. اسم التاني ماريا عصام. ماريا تعال نسقف ماريا. ماريا وكل الكسبوك. مبروك لأصدقائنا اللي فازوا معنا. أرجوكم تواصلوا مع الإعداد أو مع صفحتنا. ابعتوا أرقام تليفوناتكم لو ما كنتوش بعتوها علشان نتواصل معاكم وتيجي تحضروا حلقة من حلقات البرنامج. عندنا تليفونات بقى لسه. عندنا مسابقات وتليفونات. عندنا ممكن نستقبل تليفونات. ممكن ناخد كمان صحابنا اللي موجودين معنا في الاستوديو اللي انت عايزه. بابا نويل احنا عايزين نلعب. عندنا تليفون هيرن دلوقتي. مظبوط. شوف لا يا بابا نويل. لا 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 عيب. لا عيب. ده انا بابا نويل. ده انا بابا نويل. بابا نويل هي الدقن دي ببلاش. لا دي قديمه. الدقن دي يعني كده عن خبره. يعني خبره كبيره. معانا مين بقى؟ الو 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 قول يا رجل. الو الو ايوه مين معايا؟ بولا. اهلا يا بولا. بتتكلم منين يا حبيبي؟ الحمد لله. بتتكلم منين يا بولا؟ من شبرا الخيمه. اهلا بيكم بكل اهل شبرا الخيمه. انا مش هضيع وقت كتير علشان تاخد وقتك وتحاول تكسب معانا. خد بسرعه مجموعه من انكل مايكل. يلا اهلا بيك يا بولا. مبسوطين وصلت لنا النهارده. عندنا مجموعات كتير زي ما انت عارف. عندنا 12 مجموعه اسئله. مجموعات بتاخد زي 1 و3 10 و12. اي مجموعه ثانيه ما عدا 1 و3 و10 و12 تختار كام؟ 12 7 حلو خالص. مجموعه رقم 7 لسه ما حدش فعلا اختارها. مجموعه فاضيه اختارها لنا بولا دلوقتي. يلا بسرعه نشوف مجموعه 7 اسئلتها عامله ازاي يا بولا. اول سؤال بتساله لنا السمكه. تعال نشوف سمكه تسال بولا تقول له ايه. نسمع. مين انا؟ الملاك اللي بشر القديسة العذراء مريم بميلاد الرب يسوع المسيح. الملاك سوريال ولا غبريال ولا ميخائيل؟ والوقت ابتدى. لازم نفتكر ان هو ملاك البشارة. ملاك البشر القديسة العذراء مريم كان سوريال، غبريال، ميخائيل. ملاك غبريال. غبريال.
ماجد غبريال هو ملاك البشارة. إجابتك صح قوي يا بولا. طبعا تعالوا سلام جامد قوي قوي قوي. برافو عليك طبعا غبريال. برافو جبرائيل أو غبريال. تمام يلا نكمل معاك. سؤالنا التاني هيكون من نصيب الأرنب. يلا نشوف الأرنب يسألك يا بولا يقول لك إيه. تعرفوا يا صحابي الحبوب اللي بنعمل منها الخبز اسمها إيه؟ الفول؟ ولا القمح؟ ولا العدس؟ والوقت ابتدى. سهل خالص يا بولا. حبوب مهمة جدا لازم نعمل منها أو بنعمل منها الخبز العيش اللي بناكله. الحبوب دي بتاعت إيه؟ بتاعت الفول؟ ولا حبوب القمح؟ ولا حبوب العدس؟ حبوب القمح. قمح لازم. القمح مهم جدا وضروري عشان هو ده العيش اللي بياكله. بنطحنه الاول يبقى دقيق طبعا نخبز منه الأول. بيخش فيه عمليه صناعيه كامله عشان في الاخر يبقى العيش اللي بناكله. برافو عليك طبعا اجابتك صح. تعالوا سام جامد جدا ليه بولا. شاطر يا بولا. بولا هايل مفيش غلطات. يلا نكمل سؤالنا الثالث. شقي بيلخبط. تعالوا نشوف نسمعه. هو القرد. القرد يلا نشوف القرد هيقول ايه. ما اسم النهر الذي يمر بجمهورية مصر العربية والسودان؟ هو نهر الأردن ولا نهر الفرات ولا نهر النيل؟ والوقت ابتدى يا بولا. 30 ثانية. سهل قوي طبعا. ما عندناش غير نهر واحد بيمر بجمهورية مصر العربية وطبعا بيعدي كمان من دولة السودان. اسمه نهر الأردن، نهر الفرات، نهر النيل. نهر النيل اللي بيعدي في مصر طبعا كلنا عارفينه. بتهيألي سهل قوي. سهل القرد ما لخبطناش وهو نهر النيل. اجابه صح. تعالوا سام جامد قوي بولا. اجابته مظبوطه. برافو يا بولا. شاطر شاطر. اوه 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 ارجوز بيهيص لك جامد اهو يا بولا. يلا بولا سؤالنا فاضلنا سؤالين، واحد منهم ممكن يبقى صعب والتاني سهل. هنشوف سؤالنا الرابع هتبقى الطويله بتاعتنا. هتساله اسمها ايه؟ زرافة. أصحابنا لونية الزرافة. نشوف نسمع تقول لك إيه. تمثال رأسه رأس إنسان وجسمه جسم حيوان، يا ترى هو إيه؟ أبو الهول ولا نفرتيتي ولا الحرية؟ سهل خالص. تمثال راس وراس انسان جسمه جسم حيوان. احنا عارفين احنا عايشين فين احنا. ابو الهول ولا نفرتيتي ولا الحريه؟ والثلاث حاجات بعاد عن بعض. سهل قوي نعرف مين التمثال اللي شكله كده، شكله راس وراس انسان جسمه جسم حيوان. يلا يا بولا الواحد قول. ها اكيد سهل قوي. قال لنا ابو الهول. اجابتك صح. تعال سام جامد جدا جدا طبعا. برافو يا بولا. ابو الهول طبعا عارفين قدماء المصريين عملوا ده ليه، عشان طبعا هو في الاخر مفكر او ليه عقل وهو انسان لكن جسمه قوي زي الاسد وهو الحيوان اللي اترسم عليه. يلا شوف اخر سؤال في مجموعتنا وهو سؤال الاسد. اقوى سؤال اخر. تعال دي لنا مع بولا. ركز يا بولا اخر سؤال ليك هيكون ايه. نسمع. كم 50 قرشا في الجنيه الواحد؟ واحدة ولا اتنين ولا ثلاثة؟ الأسد حنين قوي على بولا. مجموعة وحقه طبعا. ساعات مجاميع بتكون سهلة مجاميع بتكون صعبة. مجموعة السبعة واضح هي طلعت مجموعة لطيفة جدا يا بولا. الجنيه فيه كام؟ 50 قرش. ها فيه 50 قرش واحدة ولا فيه 2 50 قرش ولا فيه 3 50 قرش؟ هزعل لو طولت في الإجابة. هزعل 3 50 قرش. فيه صحابنا هنا بيقولوا 3. ها بولا هتقول لي كام؟ فيه كام 50 قرش في الجنيه الواحد؟ كام؟ ما سمعتش السؤال. كام؟ أنا مش سامع. في كام 50 قرش في الجنيه الواحد؟ بولا سؤال سهل قوي. قول لي. اثنين. بس عشان ما سمعش السؤال هنعدي. واضح ان هو السؤال ما اتسمعش عشان كده بيتهيألي ان هو السؤال اسهل بكتير ان احنا ناخد الوقت ده كله. بولا قلت لي اثنين 50 قرش، لان 50 قرش باختصار هي نص جنيه، فلو نصين هيساوي جنيه. جبتك صح. تعالى انسف قوي يا بولا يا ولاد الشباب. شجعه جدا ونقول له مبروك كسبت معانا يا بولا. شاطر 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 شاطر. بص بقى انا يعني حاسس ان الشخصيه اللي اديتها لك في الاول وانت بتمثل بدون كلام كانت سهله. دي كانت صعبه جدا. طب ما تيجي نجرب مره تانية عشان ما نقولش انها جت صدفه، يعني عشان اصدقائنا يتاكدوا انك ممثل شاطر. خلاص ماشي نلعب. هنختار اثنين يتسابقوا معانا. نقبل التحدي.
اتنين كتار اتنين. عرب سيما عادل. عرب سيما تعين سقف لها قوي قوي تشجع قوي يا عرب سيما صاحبتنا. وعندنا مين تاني؟ لا هنا 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 هنا. وعندنا اللي هيتسابق مع عرب سيما جوليانا نادر. جوليانا وعرب سيما حلو خالص. خلي المايك تعالي كده جنب عرب سيما. ايوه بس كده. وانا هختار لانكل مايكل بقى شخصية بقى ما تبصش. اه انتوا ما تبصوش. ده مالي انا يا بابا نويل انا عارف انت بتتحدى. انا هعرفك ايه بس انت هما ما يبصوش. لا سهلة دي. يلا يا بابا نويل انت هتقعد تختار لي. صعب جدا. يلا يا عم بجرب دي الشخصية دي. ماشي ماشي. اه جميلة جدا. اه وسهلة. طب اسألوني بقى عشان تسهلوا لي. ها عشان انا مش عارف امثل قوي. هي شخص ولا حاجة جماد؟ شخص جماد. اه بيت هرم. نجم. مزود. لا ها سما. سما سما نجم. مثلث نجم. النجمة فوق. النجمه فوق. شجره. شجره يا رب سيما. شجره ايه؟ شجره ايه؟ لا يقولوا شجره ايه. شجره ايه؟ بتقال عليها شجره ايه؟ بتقال شجره ايه؟ عشان نسقف كريسماس. صح. برافو برافو مبروك. سقفوا لها. برافو يا رب سيما. برافو جوليانا. برافو برافو برافو. معلش يا اولاد انا ممكن تمثيلي يبقى على قد شويه بس انتوا شطار وبتعرفوا الاجابات مظبوط. بنحاول نشرح او نوصف شجره الكريسماس. هو صعب يا بنويل الحقيقه مش عارف ارسمها ازاي. دي عامله زي البيت برضو فاهم. بس هي شجره في الاخر. قلت اعمل فروع. الوقت الحلو بيخلص بسرعه. ايه ده حلقتنا خلصت خلاص. انا جاي اقعد معاكم ساعه بس للاسف كان نفسي اقعد اكتر بس ورايا لسه. بس فرحتنا يا بابا نويل واديت هدايا لاصحابنا كلهم اللي لعبوا معانا النهارده. ولسه هوزع هدايا على الاولاد دول كلهم. هتديهم كمان هدايا تاني؟ امال ايه. وانت يا حبيبي اشيل لك هديه. حاضر حاضر. مايكل قبل ما نمشي عايزين نقول اسماء اللي فازوا معانا النهارده. انا عايز اشكرك يا بابا نويل عشان احنا النهارده فرحنا بيك وفرحنا بكل اصحابنا اللي لعبوا واتسابقوا معانا اللي كسبوا واللي ما كسبوش واللي اتكلموا واللي اتصلوا واللي اتفرجوا علينا. بجد بنشكر كل الناس حبايبنا بتوع او اصحاب البرنامج. في اتنين كسبوا معانا النهارده كانوا بافلي وكانوا بولا. مبروك لبولا وبافلي. ودلوقتي جه معادكم حبايبي في البيوت لما بتجاوبوا على سؤال الحدوتة وبتبعتوا لنا الإجابة الصحيحة بيتفوزوا وبتحضروا معانا حلقة من حلقات البرنامج. وبالمناسبة النهاردة معانا فائز في حلقة سابقة من مدينة زفتة. تعالوا نرحب ونبارك لمينا جورج. فين مينا؟ سافع قوي قوي قوي. مينا نشجعه جدا 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 جدا. مبروك نورتنا. ميرسي يا مينا. حلو قوي. اصحابنا حتى اللي بيفوزوا معانا بيبقى ليهم نصيب ان هم يحضروا معانا حلقاته كمان ياخدوا هديتهم. نقول بقى سؤال حدوته النهارده اللي مطلوب تجاوبوا عليه. ماذا قدم المجوس للطفل يسوع ولاي شيء ترمز الهدايا دي؟ حبايبي اعرفوا الإجابة الصحيحة وابعتوها لنا على صندوق بريد 3049 مدينة السلام القاهرة. وما تنسوش تكتبوا على الظرف برنامج بابا نويل على الهواء. عندنا ثلاث وسائل اتصال. عندنا الإيميل بتاعنا. عندنا صندوق البريد. عندنا صفحتنا على الفيسبوك. أرجوكم تابعوهم وتواصلوا معنا. نحب نعرف آرائكم في البرنامج والأهم نحب دايما نفرحكم. كل سنة وانتوا طيبين. الوقت جري. ميري كريسمس عليك يا بابا نويل وميري كريسمس على كل اصحابنا الجمال. ايام جميله جدا زي ما قلنا بدايه السنه بدايه جميله يا رب مفرحه لكل الناس بيتفرجوا علينا كل الاولاد الصغيرين اللي بنحبهم بجد ونفسنا نحضر معاهم كل الحلقات وهم ييجوا يشرفونا. بشكر كل اصحابنا اللي لعبوا معانا النهارده وكانوا موجودين معانا في الاستوديو. وبشكر طبعا بابا نويل وبشكر كل اصحابنا اللي اتفرجوا علينا. ونقول لهم ايه كلهم في البيوت نقول لهم ايه. الاراجوز طبعا والاراجوز باي باي. يلا ساعدني نوزع الهدايا يا مايكل على الاولاد. يلا كل ياخد هدايا بابا نويل. حاضر.
حاضر حاضر حاضر. البنات عندنا بنات, بنات عندنا بنات كتير. فين بنات فين بنات 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 يلا يرجع يلا خدوا بنات 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 New York.